كلياتنا بنعرف انه باوروبا في شيء اسمه حقوق الطفل. طبعا الطفل عنده لو كان عمره 17 ونص لساته طفل، يعني هذا اسمه طفل، لانه ما طفل 18 سنه، وهذا الطفل عنده حقوق اكثر مني ومنك واكثر من اي حدا هون، في انه يضرب ويشتم ويقتل ويبزق ويتف على الكل بدون ما حدا يحكي معه كلمه. ليش؟ ما بعرف ليش اسمه طفل. حرام يا حرام، وخاصه الاطفال اللي بيجوا من عنا لاوروبا، قمه البراءه ما شاء الله، قمه الرقي والاخلاق والهيك، يعني الله الله صراحه. اطفال اطفال يعني ما شاء الله، اطفال ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يعني انا اوكي مع حقوق الطفل ومع كل شيء انه يكون طفل، بس انتم سمعتوا كثير انه في عيال كثير سحبوا منا اطفالهم بسبب انه نكشوا الاب او حكى معهم كلمه. وانا بعرف في عيال كثير راحوا منهم ابنائهم ظلم. ايه والله والله بعرف كثير ناس تعبت بحالها يعني، ويا حرام دمرت بعد ما اخذوا لنا اولاده. بتعرفوا انه باوروبا، عفوا بتعرفوا انه باوروبا انه اذا بتنكش ابنك نكش وابنك قال انه بابا ضربني ولو كان نكشها، فبياخذوا الاولاد منك وبيحرموك من انه تشوفهم. وبعرف انا في كثير اولاد راحوا من اهليهم بهذا السبب. انا يعني اوكي نحن كلياتنا حقوق الطفل، انه الطفل اوكي لازم يلعب كذا كذا، بس في ايام الطفل بحيجك انك مثلا تبهدله او تقول له كلمه لحتى يعقل او يفهم. اوكي يمكن بهالاسلوب ما افهم، بالحبيبي بالروحي ما افهم، ايام بده شحاطه يعني، بس لا تخوفه فيها. مجرد ما تخوفه فيها كانك ضربته، كانك ما بقى الف قصه وقصه، فبياخذ منك الطفل فورا مجرد ما انك تخوفه. فانا مع هالموضوع لدرجه لحد ما يعني، مو لكل الحدود انه مع الطفل. فبعرف عيال كثير سحبوا من الطفل، يعني تخيلوا انه يعني بالمدرسه معروف انه بعلموا الاطفال كلهم اذا بابا ضربك او شيء في شيء رقم اسمه 112 بالتم وبالانف وبالعينين، يعني هذا بيعني اتصال، هذا رقم الشرطه دايركت. بعلموا الاطفال عليه بقولوا 112، فصار الطفل ابوه بس يقول له خلاص ولا، فصار الطفل يقول له ابوه 112. قلعت عيني انا. المهم هذا الموضوع انا كثير بتضايق منه اكيد، فما حلو انه الطفل ياخذ راحته كل هالشيء. حلو انه تكون هي بترجع لتربيه الاهل اكيد، بس في اطفال صدقا بالله صدقا يعني ما بنفع معهم هذا الكلام. انا شفتهم ايام بتطلع بالمول، وخاصه الاطفال اللي مثلا جايين من اسر عربيه او شيء، فبتلاقيهم كثير هيك مايعين لدرجه مو طبيعيه، مو كلهم، نسبه قليله منهم بالمولات او شيء، بابا اشتري لي. وابوه هيك يا حبيبي، ابوه كثير تعبان او امه كثير تعبان، نفسيتهم تعبان، بس الاهل وصلوا لدرجه انه نحطوا تحت الامر الواقع ما عاد يحسنوا. فانا مع تربيه العربيه قليله بالاضافه مع الاوروبيه، هن كثير يعني. بس انا شفت شغله انه اطفالهم ما ببكوا او بصرخوا او بعيطوا جد، فما بعرف انه بتقول المشكله من الطفل ولا من الاهل. انتم برايكم المشكله من الطفل او من الاهل، ولا انتم مع التربيه العربيه ولا التربيه الاوروبيه؟ بتمنى كلكم تشرحوا لي وليش، تربيه اوروبيه تربيه عربيه. تحياتي لكم.